بالنسبه قلنا النهار كله كان الارهاق دات ودات كتنشف من الماء، اذا خصنا نعوضوا الماء. ما ناكدوش ماذا بيا ناكد ونعاود على اهميه لابوغ معناتها المياه الماء طيله الليله، معناتها ماشي نشرب كميه كبيره ولكن نشرب بجرعات قليله الليل كله، معناتها من الفطور من وجبه الافطار وانا كنشرب حتى الوقت معناتها السحور، خصني كل مره نشرب شويه كل مره نشرب شويه حتى نوصل ذاك اترو نص في ذاك الليله، ولكن بشويه بشويه ماشي بالكاس كبير. ملي تيجي وجبه السحور هي وجبه اساسيه للصيام في النهار، وخص هنا غناكد بان وجبه السحور ما تيخصناش نهائيا نستعملوا فيها لو سكر، السكر اللي معناتها تنتكلموا على السكر، تنتكلموا على مثلا الحلويات، تنتكلموا على السكر اللي تنحطوا في اتاي اللي تنديروا في السكر، ماذا بينا نتجنبوها نهائيا. السكر اللي غيخصنا نستعملوه هو السكر ديال الفواكه والسكر ديال الخبز والنشويات، هذا تيكون مهم. وانا تنقول احسن سحور هو لو ساندويتش، ساندويتش اللي تيكون فيه بيان سور ما خصش يكون فيه داك اللي تنتكلموا على داك لي صوص وهذا، وانما ما يكونش فيه الدهنيات بزاف، ولكن ساندويتش اللي تنتكلموا عليه تيكون صحي، تكون فيه الخبز وما نحاولوا ما امكن يكون هذا الخبز معناتها بالقمح الكامل، يكون فيه البروتينات، يكون فيه الخضروات، يكون فيه وهذا وجبه كامله. نشربوا معاه الحليب لان الحليب نحن قلنا الحليب والمشتقات ديالو مهمه بالنسبه للكالسيوم بالنسبه للذات، دونك نشربوا معاه الحليب ونشربوا الماء ديالنا، نقدروا نشربوا منشط بعض الاحيان تيبغوا الناس اتاي ولا غير نجتنبوا السكر فيه، ولكن كيبقى لو ساندويتش هو احسن سحور بالنسبه لرمضان.